هل لقاسم سليماني وإيران فضل على العراق في تحريره من داعش؟ يعني هذا أنا شهدته بأم عيني في آمرلي وفي طوس حرماته. نعم، كان هنالك دور مهم وبارز، لا يستطيع أحد أن يساوم على هذا الفعل وعلى هذا الأمر. شهدته بأم عيني عندما كنت مع إخواني في الحشد لتحرير قرية آمرلي. هذه القرية كانت تتكون من 20,000 شخص محاصر، معرضين إلى الهلاك، معرضين إلى في حين عندما شهدته بأم عيني السيد قاسم سليماني رحمه الله كان موجودا وحاضرا ويرسم الخطط الاستراتيجية على مسافة مني 100-150 متر. وأتذكر مرة إنه بكى عند تحرير آمرلي. يجب أن لا ينسى هذا الموقف في عندما كان التحالف الدولي صمتت لثلاثة أشهر لأربعة أشهر. هذا واقع لا يستطيع أحد.